مع دافور التحصيلي شرح أهم التجميعات مع الحلقة الرابعة. هذا السؤال القوي والمهم والمتكرر بيقول في الشكل المجاور إذا كان إم هذه يعني ميجر A B وفوق الخط كده يعني قياس القوس، إذا كان قياس القوس A B بيساوي ضعف أو 2 ضرب قياس القوس B C. تعال نشوف كده على الرسم، قياس القوس A B اللي هو هذا تمام بيساوي ضعف قياس القوس BC اللي هو هذا، وايه كمان ان القوس BC اللي هو هذا جهة اليمين هيساوي القوس AD اللي هو جهة اليسار. بيقول هنا طالب مني قياس القوس BC. طب تعال نشوف كده مع بعض ايه المعطى. انا عندي هنا قطر الدائرة، يبقى انا عندي كده 180 درجة فوق و180 درجة تحت، لان القطر يقسم الدائرة الى نصفين متماثلين ومتطابقين. طيب اذا كان A B بيساوي ضعف B C وهذا ال B C بيساوي ال A D، يبقى انا اوزعهم كده، هنا 90 درجة وهنا 45 درجة وهنا 45 درجة، بكده اكون كملت ال 180. يعني قياس القوس B C هيكون 45 درجة واختار ألف. أقوى 100 سؤال تحصيلي بيقول إذا كان هذه العلامة اسمها التكامل المحدد من 0 إلى 4 X زائد K بالنسبة لـ DX هيساوي 20، فما قيمة الـ K؟ طبعا أنتوا عارفين سؤال مهم جدا ومتكرر في جميع السنوات. بطريقة سهلة كده أعمل عملية التكامل، لما تكون العلامة هذه عندي أعمل عملية التكامل إن أنا أزود درجة على الأس وأقسم على الأس الجديد. هنا X من الدرجة الأولى أزود لها 1، يبقى اكس تربيع واقسم على 2 زائد الكي. الكي دي خلي بالكم ان هي عدد، فلما اكملها ازود لها اكس، يعني كي اكس. وهنا مفيش ثابت التكامل. ليش مفيش ثابت التكامل؟ لان هذا تكامل محدد هكذا من الصفر الى الاربعة. طبعا اول ما نجد الصفر هنا نقول الحمد لله. ليش؟ لان التعويض بصفر هيخلي المسألة كلها صفر. بس اعوض بمين؟ اعوض بفوق بالاربعة. عوض معايا يلا عن الاكس بتساوي 4، 4 تربيع يعني 16 قسمة 2 هيعطينا 8، والأربعة مكان الإكس يبقى هنا 4 كي. كل ده المفروض بيساوي 20. أعتبر هذه معادلة بسيطة كده وأحلها. كيف أحل المعادلة؟ أودي 8 مع 20 الجهة الأخرى تروح بإشارة مخالفة، يعني 4 كي هتساوي 12، أقسم على 4 في الطرفين يعني قيمة الكي هتساوي 12 قسمة 4 فيها 3، وبكده اختار جيم. نوقف الفيديو ثواني لحل هذا السؤال القوي من اقوى 100 سؤال تحصيلي. بقول في الشكل المجاور اوجد قيمة الاكس. هو معطيني هنا مثلث في زاوية 30 وزاوية 45، الطول هنا اكس والطول هنا 8، وطالب مني قيمة الاكس. طبعا انتوا عارفين هنا استخدم قانون الايش؟ قانون الجيب او قانون الصين. يعني اقول اكس اللي هو الطول اكس على الزاوية المقابلة له اللي هي كام؟ اللي هي 45 درجة، اخذها هنا صين، صين 45 يساوي، اخذ الضلع الثاني اللي هو 8 على صين الزاوية المقابلة لها اللي هي 30 درجة. طبعا يجب ان تحفظوا معايا صين ال 45 وصين ال 30. ابدأ الان اعوض، يبقى هنا اكس على صين 45 اللي هي جذر 2 على 2 هيساوي 8 على صين ال 30 اللي هي كام؟ اللي هي نصف. كده حل صحيح. اعمل الان طريقة المقاس والتناسب، اضرب الاكس في كام؟ اضرب الاكس في نص، يعني نص اكس هيساوي 8 مضروبة في جذر 2 على 2. طبعا هنا اعمل عملية تبسيط، ممكن اقسم هنا الثمانية والاثنين على الاثنين فيها الواحد على الاثنين فيها الاربعة. عشان اتخلص من النص ده اضرب في كام؟ اضرب في 2 جهة اليمين وجهة اليسار. لما اضرب هنا في 2 يطلع الجواب اكس، ولما اضرب الاربعة في 2 هيعطينا 8، وجذر 2 تظل كما هي، قيمة الاكس هتطلع 8 جذر 2 واختار دال. أقوى 100 سؤال تحصيلي بيقول في هذا السؤال إذا كانت المصفوفة
A ومدينا هنا مصفوفة مربعة هكذا، أوجد قيمة X علما بأن الخطين دول اللي هو إيش المحدد للمصفوفة A هيساوي 42. طبعا أنتوا عارفين المحدد كيف أفكه، إن أنا بضرب القطر الرئيسي اللي هو هذا ناقص القطر الفرعي اللي هو هذا. يبقى أنا أول حاجة الآن أعم جيب المحدد للمصفوفة A اللي هنا 2X وهنا 6 وهنا 3 وهنا 10، واتبع الطريقة اللي قلت عليها الآن. القطر الرئيسي اللي هو هذا شايفينه، اضرب 2x في 10 يدينا 20x، ناقص ناقص دائما اضرب القطر الثاني القطر الفرعي 3 في 6 في 18 كده. قيمة المحدد هو قال ان هي بتساوي كام؟ 42. صارت مسألة فيها معادلة بسيطة جدا، اقول 20x واودي 18 الجهة الثانية، تروح بإشارة إيش؟ تروح بإشارة مخالفة، يعني 42 زائد 18 هيعطينا 60. أقسم الآن على العشرين أو أشيل صفر مع الصفر وأقسم على الاثنين، يبقى قيمة الإكس هتساوي 3 والجواب هيكون ألف. مع ضفور التحصيلي أقوى 100 سؤال تحصيلي، بقول ما قيمة ومدينا هنا السيجما اللي هي المجموع من الN بتساوي 3 إلى 17، ومدينا هنا 2 ان ناقص 1 اللي هي القاعدة. طيب هنا طبعا زي ما انتم عارفين ان هذه المتتابعة هذه هتكون ايش؟ هتكون حسابية. ليش هتكون حسابية؟ هجيب بعض الحدود للتأكد. تعال نجيب الان الحد الاول عندما اعوض عن الان بثلاثة، عوضه بثلاثة هنا معي، يبقى هنا الاثنين بثلاثة بستة ناقص 1 هيعطينا 5. طب هتقول الحد الثاني اعوض عن الان بتساوي كام؟ بتساوي 4 ازود 1، الاثنين ضرب 4 يعطينا 8 ناقص 1 هيعطينا 7. اجيب الحد الثالث عشان اثبت نوع الايش المتسلسله، هل هي متتابعه هل هي متسلسله هندسيه ولا حسابيه، اعوض بكام؟ انا خدت هنا باربع بثلاثة 4 اعوض بخمسة، 10 ناقص 1 هيعطينا كام؟ هيعطينا 9. زي ما انتم شايفين هنا زياده ثابته، زياده ثابته يعني الاساس دي هيساوي 2، فإذا هذه متسلسلة إيش؟ حسابية. في المتسلسلة الحسابية لها مجموع اللي هو Sn n على 2 الحد الأول زائد الحد إيش؟ زائد الحد النوني الحد الأخير. الحد الأول الحمد لله عندي، بقي لي إيش؟ الحد الأخير، أعوض عن ال n بكام؟ ب 17، يبقى الحد النوني هيساوي 2 ضرب 17 اللي هي نهاية الحدود، كل ده ناقص 1. 2 ضرب 17 ب 34 ناقص 1 هيعطينا 33. باقي اخر شيء يا شباب ان انا اجيب ايش؟ اجيب ال n اللي هي عدد الحدود. هذه لها قانون بتقول ايش؟ خد النهايه اللي هي 17 واطرح منها البدايه اللي هي 3 ثم نزيد 1. 17 ناقص 3 هيدينا 14 وعليها 1 هيعطينا 15. كده كل شيء عندي، الحد الاول والحد النوني وعدد الحدود. اطبق القانون، يبقى المجموع هيساوي n اللي هي 15 على 2، خليها كما هي الآن، الحد الأول 5 والحد الأخير 33، 15 على 2 خليها كما هي وجمع جوه إن شاء الله يطلع عدد زوجي، 33 و5 يدينا 38، كده تمام. ليش؟ لأن لما أقسم على 2 أحسن قسمه على العدد الزوجي، يطلع الجواب 19. يبقى انا الان هضرب 19 في 15. واحد يقول طب كيف هضرب 19 في 15؟ لا تضرب، اضرب بس الاحاد في الاحاد، ال 5 في 9 ب 45، لازم الجواب يطلع اوله 5، ما في جواب عندي اوله 5 الا 285 والجواب جيم.